لكن وقت اللي تجيك حكومه شو تقول لك؟ تقول لك الموارد الجبائيه 17000 مليار ومعاها خمسه تقريبا 7000 مليار كريديات، سعر الكريديات مش ياخذوه طرق طونك هما في الحكم توا، وانا عندي اشارات هكا في رايه اللي ماهمش مسلمين طونك هما في الحكم ونقولها ونتحمس ولدي داكور. اذا كان هما باش يقعدوا الساعه 7000 مليارات يمضوا ما ياخذوهمش دوفيس ولا اف ام اي ولا بنك مونديال ولا حتى بروجي يمشي فيهم معاه، ولا تطهير القطاع البنكي ولا اصلاح المنظومه السياحيه ولا بروجي انرجيك ولا حتى شيء. دونك ils seront privés de tout. و 17000 مليار هذوما حتى لو كان ينحيوا الحمل العباد ما يزازيوهمش. فور اتر كلير معناها بعدت على الارقام اليوم راهو السياسه الجبائيه في تونس هي سياسه نتاع سلخ جلود الناس بالوضوح نقولوها، ومعها الكريديات اللي مانيش عارفين فاش تمشي. المجلس التاسيسي صادق على 7000 مليار ما عرفناهمش وين. 2013 خذينا 6110 مليون دينار ما عرفناهمش وين. قال لك ميزانيه التنميه 2700 عندي شهرين نلوج خوك ما لقيتش حتى بروجي حتى مكتب متلم. انا قدام داري مثلا على سبيل المثال ثم 40 طرناطه فضلات في منطقه منوبه، كي كلمت المعتمد رئيس البلديه قال لي ان شاء الله نهار الثلاثاء تولموه، عنده عام ونص البلاد فيها مليون طرناطة فضلات، البلاد هذه تقريبا مصيرها أظلم في ظل الحكومة هذه اللي الشعب اليوم يلزم يرحلها أي طريقة كانت، وإلا فإنه الشعب هذا هو بيده سيرحل. واضح.